سنترال في يريفان. قبل ما نصور الغرف هذا هنا عندنا الساونا، يدخل من ضمن إيجار الغرف. بالإضافة إلى الساونا ممكن استخدام هذا المسبح الصغير والجاكوزي أيضا. اللي يحجز في هذا الفندق يكون من حقه أن يستخدم هذا الجاكوزي وهذا المسبح. وبالمناسبة طبعا اللي راح يسبح ويستخدم لازم يتبع قوانين الفندق، أن يكون يستخدم القبعة لربط الشعر لعدم تساقط الشعر في المياه في الماء. وهنا غرفة لحفظ الملابس، هذا الحمام اللي المفروض استخدامه قبل دخول المسبح أو الجاكوزي. وهنا عندنا WC التواليت، وهذا هنا غرفة للمساج. طبعا هذا المساج حسب الطلب، ما يدخل من ضمن التكاليف الغرفة.